عندي عتاب للموظفين تاع المحاكم والمجالس لأنهم دارونا إضراب يعني في الحق واحتجاج غير شرعي، مع أنهم يعرفون الوزير، يعرفون الوزير ويعرفون أنه رجل حوار والأبواب مفتوحة، كان بالإمكان تفادي كل هذا بمجرد رسالة تاع طلب استقبال. لو طلبوا لي الاستقبال نستقبلها. لا يعقل أنني أتحاور مع المحامين وأتحاور مع الموثقين وأتحاور مع المحضرين القضائيين وأحاول أن أجد الحلول لبعض المشاكل التي تتعلق بظروف المهنة، ولا أتحاور مع الكتاب والموظفين اللي يخدموا معايا، فأعاتبهم لهذا السبب، ولكن لا أطعن في شرعية مطالبي.